رح نحتاج لكيلو عجينة كنافة خشنة، كوب سمنة، وفستق حلبي، لوز كامل، وكوب ونص من القشطة. رح نعمل إحنا كمان القشطة، فبنحتاج لثمان أكواب حليب سائل، نص كوب خل، وكوب سكر، معلقة كبيرة ماء ورد أو ماء زهر حسب الرغبة، وطبعاً قطر. هلا رح أورجيهم بس كيف بصير نقيمهم. بنقيم، بنحاول ناخذ زي ما انتم شايفين، بناخذ الطوال هيك بنحاول نرفع. انتم بتحبوها صغيره بتحبوها كبيره برجع لكم، بس بنحاول نرفعها تمام وما تكون كتير طويله. بنحط لها سمنه ومش زبده، عشان دائما تسالون اذا بصير نستعمل زبده. الزبده بتدخن لما نخبزها بالفرن، فيفضل انه ينحط لها سمنه، مش يفضل، لازم ينحط لها سمنه. بعدين بنصير نحط السمنه بالطريقه هاي، نحاول نشربها سمنه قد ما بنقدر تمام. فبنقلبها عشان اياها تتشرب كلها سمنه، وبتلفيها بالطريقه هاي. وانت بتلفي ركزي انا بقيم. يلا، وانت بتلفي بتصيري تقربي وتصغري بهاي الطريقه. يعني تلفي وتكبسي. اوكي، وتكبسي، واذا بتحسي اي منطقه ناشفه مثلا زي هون بنزيد سمنه، بتزيد سمنه لانها ما بتمسك. بعدين بنصير نزيدها تمام. طبعا الطاوله انا مسحتها ونظيفه زي الفله، بس منظر رائع. وبتضلك تمشي هيك. هي هون كمان ناقصها شويه سمنه، بنحط، بنكون كريمين كمان، بنكون كريمين ولا مش كتير بتصير؟ لا لا لا، عادي. ما بيأثر. لسه بنحط لها قطر، يعني هي هاي الدكتور يعني فيها يمكن سعرات حراريه اكيد، بس يعني زاكي كتير، تاكلي لك حبتين ثلاثه مش ضروري. بعدين نكبس عليها بهاي الطريقه، مبين نكبس عليها بهاي الطريقه، مننزلها هيك تطلع معنا عش البلبل. بنثبتها بهاي الطريقه، بنحاول ندخل شوي من الكنافه جوا عشان ما يكون فيها فتح، يعني زي جوره ينزل لتحت القطر، عرفتي؟ بعدين بنجيب صينيه، انا جايبه صينيه صغيره لاني عامله صينيه كبيره هناك، ندهنها شويه سمنه تمام، وبنحطها، بنرصها، وبنحط الطرف اللي لفيناه اخر شيء على طرف الصينيه عشان يسكر ما تفرط بالخبيز. بنحط بكل وحده، هدول عينات طبعا، بنحط فستقتين ثلاثه، انتو كيف بتحبوا. أوكي. او لوز، او حبتين لوز بالطريقه اللي انتو بتحبوها. هلا بدنا نخبزها بالفرن على درجه حراره 180 لمده 3 ساعه، بتكون هاي سخنه طالعه والقطر سخن، بنشربها. بس خليني احط القشطه قبل. عندنا القشطه اللي حكينا كيف بتنعمل. هلا بنعبي العش الكبير اللي عملناه، بنعبيه قشطه. فهيك نحن انتم على راحتكم، بتحبوا تعملوها بقشطه، بتحبوا تعملوها بلا قشطه، هذا برجع لكم. هلا بدنا ندير القطر على العش البلبل. مين رح ينبسط على هاي الفقره اللي بتابعنا بالمهجر؟ شكرا للمتابعه، وما تنسوا تشتركوا بالقناه علشان تشوفوا كل شيء جديد.